ملك حلي رباني جبلي وجبلي يا ماما جبلي حلق الألماس إن شاء الله يلبق لي حكاني شي لا والله زعلني شي لا والله حكاني شي لا والله زعلني شي لا والله وانا لعنده رايحة 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 عندي بغلاوة ابني محمود وأكثر. تسلمي مرت عمي. رح أحكي لك هالسالفة. تفضلي مرت عمي. أول شي قالوا أهل الأمثال الله والنبي جاري حية فاتت لدقن أخذت ما خبيتي ونكرت ما ربيتي. وشو قالي؟ كان البيت بيتي صار البيت بيتي. يا لطيف كش برا وبعيد. هذا يا ستي كان في ولد وحيد لأمه كان يحبها كتير وماله غيرها بهالدنيا ودايم الدوم يبوس ايدها وإلا يا أمي أنا ما بدي شي من هالدنيا غير رضاك. وبيوم من الأيام فات على أمه وقالها يا أمي أنا كبرت وبدي اتزوج شو رأيك؟ وكانت تحبه كتير وهو وحيد قلبها وغالي عليها كوميات. قالت له إيه يا ابني شو عليه إن شاء الله من بكرة بدور لك على عروس. إيه وبلا طول سيرة دورت له على بنت الحلال حسب الطلب اتزوج ومشي الحال. مرت الأيام واجت الأيام قام هالولد تغير على أمه كتير صار يمرق من قدامها وما يقدر يطص بوشها. يا لطيف تحكي معه ما يرد عليها شو بدها تعمل؟ صارت ترضى عليه بزيادة وتقول لحالها يا ربي يا ترى أنا بشو مزعلته؟ شو القصة؟ تاري هاي مرته لهالولد كل يوم عم تكتوت بإذنه على أمه وكل يوم تحكي له عنها سيرة شكل يوم ما رضيت تطعميني يوم عم تسبني وتبهدلني يوم قالت لي هيك وهيك لحتى إجا نهار الله لا يورجي لمخلوق على وش الدنيا فات هالولد لعند أمه وصار يخانقها ويبهدلها. إيه ومرت الأيام يا بنتي وظلت هالكنة عم تلعب بعقله شو ما تحكي سدها لحتى اسي قلبه كوميات وآخر طب الكيل وقفت هالمخلوقة بأرض هالديار وصارت تقله يا أنا يا أمك بهالبيت. إيه والله ما مضى على هالكلام كم يوم لحتى فات هالولد لعند أمه
وصار يصرخ ويقلها يلا روحي لعند قرايبينا. له يا ابني انا مره كبيره وين بدي روح؟ شو اعمل بحالي؟ مين في الي غيرك قرايبي؟ وضل وراه وضلت مرته وراه لحتى قلعها من البيت تقليع. طلعت هالمره بعد طول هالعمر تدور على قرايبينها بهالدنيا. وهي هي الحكايه. الله يسامحها ويسامحها ويعفو عنا جميع. حلوه؟ اه ايه مرت عمي ايه سلمت امك. العوض عليك. يا ابو عبدو اهلين. شو الاخبار حواليك؟ شلونه محمود؟ مروق بهالزوافي. شو همه؟ اجت المصاري على برد المستريح. معلوم يا عمي معلوم. بس صدق عم بحسب لي اياها باعلي قديش كلفته هالزوازي، لقيت انه لسه بزيد معه مصاري. يا لطيف يا ابو عبدو، بتعرف شو عم يحكوا بالحاره؟ قال محمود تزوج بحق شواربه. مظبوط، تزوج بحق شواربه. لك بيعيش الزواج هو منلو المصاري. وقال شو كمان؟ قال رفقاته بدهم يعملوا له ليليه بالقهوه لان فرحانين فيه. ولك ايش لون بيقابل العالم ماني عارفها. ابو عبدو صعيب الشغل انتهي بس والله عيب. لك اخي شو بيعرفك انه هالحكي من الآن؟ لك احاجتك بقى ديبو، ما في غيره هو اللي عم يرمي بلا طوال النهار داير وعم يدس عليه. لك انا سمعته باذني وصرت سمعانا من شي 20 زلمه. باطل محمود يقولوا عنه هيك. طول بالك سيف، ما بدنا نبوظ الليليه، لازم نعمل هالليليه لمحمود. مالك ديبو انت مو همك غير الليليه، مو صدينا وحبيبنا محمود. لا 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 يا بنتي، شو هذا اللي عملتي؟ كبيت المي بالبلوعه مرت عمي. بدوبها سمي بالله تنقذ الجن. ولك بنتي معك حق مرت عمي. اسمعي يا بنتي، بدي اقول لك النصيحه وبدي اياكي تحطيها حلقه بإذنك. الجن دايم بدهم ساكنين معنا، ما بصير نزعزهم وخصوصا بهيك وقت من الليل. بيكونوا قاعدين بالبلالية ما بيشوفوا غير هالمي مدلقت فوقهم. ما تهيدا مرت عمي. بعدين في شغلة بدي لك عليها بس لا تنقلي عليها. الناس ما بتكب شي لأنه كل شي له فايدة. بذر الزيتون منخبيه ومنعمله دقة، قشر الرمان من يبسه ومنغليه، والورد بنشفه ونعمل زهورات. لكن لك بنتي شو بده يعمل البني آدم؟ الحياة مطالبها كتيرة، لازم كل شي نخبيه ونحافظ عليه. العود اليابس شو قيمته؟ بس بدفينا بالشتاء. مزبوط مرت عمي. الحكي بسري، الوحدة لازم تمسك ايدها منيح. المرة البخيلة نعمل بيتها وولادها، وهذا الشي ما بيعيبها. البخل بيعيب الرجال ما بيعيب النسوان. مظبوط؟ مظبوط مرت عمي. اسلم تمك، والله كلامك كله جواهر. عالقانون الكانوني، عالقانوني محروق وقال الفحمي، قال الفحمي من هالدنيا الملعونة، من هالدنيا الملعونة. عالقانون الكانوني، عالقانوني محروق وقال الفحمي، قال الفحمي من هالدنيا. بدي اسوي بالعربية ومالي رفيق، ومالي رفيق طوال نهاري بدي اسوي، بدي اسوي بالعربية ومالي رفيق، ومالي رفيق من هالدنيا المجنونة، ومن هالدنيا المجنونة. عالقانون الكانون، عالقانون محروق وقالب فحمي، وقالب فحمي من هالدنيا الملعونة، ومن هالدنيا الملعونة. اللي فيك تحلى، فيك تحلى عانس بدي اتسلى، رح اتسلى. اللي فيك تحلى، فيك تحلى عانس بدي اتسلى، رح اتسلى. يا دوب الايام اخذ زوجتوني. روح عالقانون الكانوني، عالقانوني محروق وقالب فحمي، قالب فحمي من هالدنيا المزنونة، من هالدنيا
يسلمك تبيك مشيت الله يسلمك يا هلال اخي محمود احلى عريس على راسك ويقن يا رشاد هالليليه على شرف القبضاي محمود الفوار ولازم نسليكم هلا دور نكماش مين بكامل الو انا بكامل والله حيو حمدي قرب وجرب عم استناك اي ليك من جاي لعندك تعال حبيبي لا ولا في شيء ولا هو يا رب ارجع ايدا هيدي شرب ايه لا تمسك الطاوله ما في مسك طاوله ايه ميدا ايه ميدا ما راح اخليها على الطاوله ايوه امسك اهلين اهلين سيف الله يحفظك يلا يلا روح روح شد طيب سيف 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 يلا سيف 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 اعبر من ربك يا سيف 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 الله حيو هذا جواب على كل شيء اسمع ابو خالد في موضوع لفعل الخير بدك تساعدني فيه انا بخدمتك مختار عظيم اخي في عيله منكوبه ولازم نساعدها فهمت علي فهمت عليك اتفقنا انا والزعيم انه نجمع لهم من اهل الخير اللي فيه النصيب بس المبلغ المطلوب مو قليل ايوه لهالسبب هذا لازم نفز على هالشغله انا وانت بركي بنقدر نخلصها انا جاهز وبراسي بطلعوا بلم بس وينك ابو خالد ونحن عم نلم ما بدنا ناخذ ونعطي ما بنحكي غير كلمتين وبس عيله منكوبه معلوم هذا الاصول وانا شو مطلوب مني انت بدك تستاول لي هالجماعه اللي على قد حالهم يعني كل واحد وشو بيطلع من نفسه وانا بستاول هالمريشين اتفقنا والله هالعيله يمكن عرفتها واذا عرفتها ابو خالد نحن وعم نلم بنقول غير كلمتين بس عيله منكوبه ماشي الحال يلا يا رب ام عبدو نعم هلا بدي اسالك سؤال الضراير مو مثل الاخوان شو ها شبكي والله انا عادتك مثل اختي الكبيره واعز الله يكبر اختك ويعزها يا ربي والله محتاره شو اقول لك كل ما بجي بدي اطلب منك طلب بتجاوبيني طيب احكي شو بدك الله يخليك يا ام عبدو الله يخلي لك ولادك تفهمي علي انا شو اعمل انا هي انت الله طعمك الولد التاسع بس انا لسه ما شفت الضنا شو اعمل لك انا يعني بكي بتخليني اتداوى عند الداهي بعد اذنك اذا بتوافقي بدك تضحكي علي هلا انت سائله على موافقتي ولا بدك ياني خبي على الافندي لا ايوه الافندي ما بيمانع منك بس يعني هو ما بده ياني اخذ شيء والله معه حق اذا انت ما بيجيكي اولاد شو بدها تعمل لك الداهي ولا بدك تشتغلي فينا بتعدي ترشي وتسحري الله يسامحك يا ام عبدو على هالحكي انا شو ناقصني لحتى رش واسحر بس يعني بجوز الداية هيك تعطيني سقوة والله أنا ما دخلني بعدين بصراحة مالي مستعدة خبي شي على الأفندي يا ربي أنا بدي ضلني هيك يعني لك شو بعمل لك أنا حبيبتي أنت ما بتجيكي ولا ولك لسه بتعيدي هالحكي مبسوطة فيه ولك عقربة أنا عقربة لك أنت أصلا الله عارفك وناسك منين بده يجيكي ولادي حصرتي أنا ما بده يجيني ولاد لك والله لحتى اجيب وحط اصابيعي بعينتين حتى تتهيئي لك لك شو ايدي هيك تايدا هون عم تتهيئي ولك تايدا هون عم تتهيئي بدك تعطي الولد ولك قولي يلي راح ادفعه انا حاسبه دخل لك انا حاسبه زعيم يعني نص اصيل لا قلبه كثير شو هالكلام المردود هاد وين اهل النخوه هاد اللي صار معنا زعيم هذا اللي صار معك انت مختار امرك زعيم شو بتأمرنا لنعمل؟ انت ما بتعرف تحسب؟ معلوم بعرف بحسب معناتها محلولة شلون محلولة؟ بنكتب أسامي هالمريشين بالحارة منشوف شو ناقصنا منقسمن عليه صعبة هاي؟ لا هاي مو صعبة قول الله هي عيلة منكوبة لك مختار الله محيي زعيم
تفضل عمي خليل. العمر الطويل والرزق الكتير ان شاء الله. صحتين وعوافي. على قلبك. روق محمود. شوف هالرب قديش كريم. هلا هاد شو هاد؟ صحن فول. شوف ما اطيبه سبحان اللي خلقه. والله جيب علينا النعمة عمي. امين يا رب العالمين. اخ على بني ادم لو انه بيفكر ما كان بيأذي نملة ولا بيزعل حدا. لك لشو المشاكل بهالدنيا؟ الله يصلحنا. بس في ناس ما بتقدر تقعد بدون مشاكل. عقلهم صغير. شو بنعملهم يعني اذا عقلهم صغير مسكتلهم؟ لكن انا جواز حق شواربي انا. طول بالك محمود، هي انت حكيتها، بدي اسالك، هلا انت بعت شواربك لتتجوز بحقه؟ لا، ما خسر. شفت انه اللي بيحكي هالحكي عقله صغير؟ طب وش كان عقله صغير؟ مسكتله يعني؟ ايه مسكتلون. شي؟ ايه شو بنعمل مع يلي عقله صغير؟ من صغر عقلنا مثله، لهلك محمود، انت غير العالم هي كلها. وحياة عيونك يا ابو خالد، الله وكيلك وكيل السماء والارض. لو ما كان صهرة جوز بنتك كنت ما سكتت له، وما سكتت له غير كرمالك. كتر خيرك، ها؟ هي وحدة حلوة منك. اخ بس يا ابو خالد اخ. شفت شلون؟ والله انا ماني غلطان انا، لك انا بعرفها. وهلا محمود ما بدي كمل صحن هالفول على رواق. كمل كمل دخيل عينك، صحتين وعوافي كمل. يعني على رواق ها؟ على رواق وحياة عيونك، وين راح اضر لك شايات؟ اهلين معلم محمود. صحتين وعافية. لك 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 لا تلحق الشعرات لجوا. لك يا ابني قصصهم من راسهم من راسهم من راسهم تقصصهم هيك عم تقرصهم طريق. مو عيب. وين من هون؟ ها؟ لك شو عم تعمل؟ طول بالك بدي خلصك بالكوشي اللي هون. شو ها؟ طول بالك ديبو. هلا بدك تحليلي بالكوشي انت؟ اوه ديبو لا تخيلني خليني اعرف اشتغل. اه؟ طول بالك. لا تحرك راسك. ها؟ لك طيب ما بدي اشوفك شو عم تشتغل؟ لا تخربطني ديبو. انت ما سلمت دراسة بالاخير بنشوفه بالاخير. ايه لك انت ما بدك تعلم. شو بدك تعلم هيك؟ هاي القرنه سهله. لك شو سهله وما سهله؟ لك يا ابني هي حلاقه حلاقه بعدين اللي بين ايديك راس بني ادم. بعرف راس بني ادم. لك الراس شو؟ الله يجيبك يا طولة البال. ها طول بالك. ها وهي خلصنا منها نشوف غيرها بقى. شو بدك تشوف؟ اي هون صعبة. لا اله الا الله. طول بالك ديبو. شو باك ليش نفروز روينا ديبو؟ دي سلا هل الحلاق دخلك مين بيحلق له؟ ما بعرف. شو ما بتعرف حلاق وما بتعرف مين بيحلق لك؟ يعني مين بيحلق لي؟ الحلاق. لا حلاق بيحلق لحلاق. لك الحلاق وين بيحلق؟ عند النجار. لا ما على المصلحة. شو بها المصلحة اخي؟ شو هالمصلحة هاي؟ حلاق بيحل كل الناس وما بيحل حاله. وبعدين طول لي بالك. شو بك هيك نرفوز ابو؟ طول لي بالك يا ديبو بزعل منك بعدين والله. ديبو؟ نعم احكي لك حكاية كمان. ناقصين ولا شعره.
أبو جاسم أبو ياب فياض يا سيدي هدول مين بده يلم منهم؟ والله يا مختار أنا مو خرجون هدول الأكابر لي ما راح يردوا على واحد درويش مثلي معك حق أنا بلم منهم بس والله هي شغلة الفرد صعبة مختار يا ترى بيدفعوا لازم يدفعوا لأنه إذا ما دفعوا زقرتينا ما بيسكت بنوب ومعقولة يتخانق معهم هون المصيبة والله بيقول لي عقلي بكرة روح زورها لفتحية فكري كتير مشغول عليها شو رأيك سيدي؟ مو بكير على الزيارات هلا يا بنت الحلال؟ والله مو بكير سيدي انت بتعرف ان عروس جديدة والأصول ما اتركها ولا نهار مثل ما بدي بس انا بنصحي كل ما قللت زياراتك لعندهم بيكون احسن الانسان لازم يضل محافظ على قيمته مزبوط سيدي بس لازم نطمن عليها ونشوفها شلون عايشة انت ما بتعرف قديش عقلة وليه على قلبي القط بياكل عشاها شو هالحكي هاد شو هالحكي هاد هلا الحال تغير البنت تجوزت وصار الست بيت مزبوط سيدي بس لازم تتفتح وتعرف شو قيمتها وشو لازم تعمل مو تضل ساكتة ومحكومة من بكرة الصبح أنا رايحة لعندها أي أمي أمي نايمة البنت بتعلم الناس أمي حاضر سيدي أمي يا مو أمي تقبريني أمي أمي الله يرضى عليكي أمي يا الله هلأ هي صار الدفع إجباري ما لا غير حل يا أبو قاسم ما بدنا نجير العيلة بدفع بس مو إجباري كل واحد وحسب قدرته لك ما قدرنا نجمع شيء شو بدنا نساوي معناتها هالمقتدرين لازم يدفعوا وشو بيعرفك هالمقتدرين ما كلهم قصص وكل واحد منهم مستور بأشياء مزبوط بس هذا بيكون واحد إزلتها وإزلتها ما بناخد منه أخي أنا بصريح العبارة ما راح بدفع شو الحكي اللي عم تقوله بقاسم لك هاي شغلة فرض الزعيم إيه على رأسي أنت والزعيم بس الأعضاوات لا اجتمعوا ولا تشاوروا بهيك موضوع شو قصدك يعني؟ ما عم بفهم عليك هلا مو قلت انت الكل رح يدفعوا؟ ايه لا يدفعوا الكل بعود انا بدفع وغير هيك ما عندي ايه مثل ما بدك يا لم الله نورتوا البيت يا لطيف شو مشتاق لك كل يوم بقول الله يسوقك مشتاق لك العافيه يا الهي وينك انت ما عدتي بينتي بعد هالزوازه الله يسامحك يا ميس اهلا وسهلا بوسك العافيه الله يرضى عليك هيك يا فتحيه هيك نسيتينا شلونك امي اشتقت لك تقبريني اهلا اهلا تفضلي تقبريني تفضلي خدي يا امي خدي من ايدي تقبريني خدي هات يا امي تفضلي شلونك ان شاء الله بخير الحمد لله وين زوزي؟ عم يشتغل بالدكان كل يوم عم يجيب لنا فلوس كل يوم كل يوم هلا هيك اللي بده يوزع يا مختار انا بتحط علي هيك مبلغ شو بدنا نعمل يا ديبو المبلغ اللي ناقصنا قسمناه عليكم كلكم هلا انا محسوب من الزنقين طبعا اللهم صلي على النبي انت حلاق بصراحه انا كتير علي هيك مبلغ إيه لا مو كتير قليل شو بتحكم عالم وشو بتاخد مصاري هلا بدك تحاسبني على شغلي كمان لك انا ما عم احاسبك بس المبلغ مو كتير عليك في ناس فرضنا عليهم اكتر من هالمبلغ بكتير شو بدنا نقوله لك صراحة انا ما رح ادفع هيك مبلغ شو قصدك ديبو بدفع نصه وانا شو بدي اعمل بنصه ايه ما رح ادفع هيك مبلغ وغير هيك مثل ما قلت لك وانا نصه ما راح اخذ خاطره شو فهمتك خليكي اتحالي اهلين ام باهر اهلين تقبريني
هي أمينة علقانة بقوة العروس وما عم ترضى تطلع. يلا هلأ بيجي بشوفها. يا عليهم هالصغار شو بيعذبوا. شو فهمتك؟ إذا كنت من أعضوات الحارة المتبينين مرحبا بك يعني مرحبا بك. أذكرتي أمر إنك تدفع. أخي دوروا على غيري يدفع. أنا مرحبا بدفع. شو عليك؟ تبني الراس قد ما بدك. وين؟ دفعت لفوق ونزلت لتحت. بدك تدفع يعني بدك تدفع. سلام عليكم. أخي ما بدفع ولا نقلي وشو ما بدكم ساووا؟ لك ليش ما بدك تدفع؟ الله يتم عليكم. مو حسيدي عنكم 4 دقاقين بالسوق. لو كان ابوك الله يرحمه عايش ما كان خلانا نجمع ولا فرنك. كان دفع المبلغ كله هو. ساوي اللي بدكم اياه. ساوي اللي بدنا اياه. يا عيب الشوب. لك شو عليه؟ انا بدفع عنكم اخي، بدفع عنك وعن اخواتك. ها يا سيدي ما دفعوا. شو هالحكي هاد؟ عم بعمل حالي ما سمعت. ما درت عليهم، كل واحد طلع لي بحجة شكل. أنا ما عم بسمع منه باليوم. عم يقولوا شغلة زعيم، قال مجلس الأعضوات ما عطى رأيه. هذا كلام بينسمع. بس هذا كلام كبير. كبير ولا صغير، كلام بينسمع. وأمركم شورى بينكم. يا عيني عليك. مزبوط. اجمع لي العضوات لشو تأمر زعيم. وينك يا بنات؟ يا أمية؟ يا أمو أهلين. أهلين يا أمو أهلين. الله يعطيك العافية. الله يعافيك. شو أصلك؟ شو ليش كل الغراب؟ والله اللي بيطابقيني يجيب لك السوق كلياته وما بقصر. بتذكر قلي الله يرزقك يا رب. يخلينا اياك يا رب. شلونك فتحية؟ منيحة يا ابن عمي. شو عم تعملي؟ عم استناك. بحق عم تحكي؟ وانا كمان مشانك عم احط رفقاتي مخصوص محلي بالدكان بس مشان اجي اشوفك. عم تستنيني فتحية؟ ايه ابن عمي. يعني لهلا ما تغديتي؟ لا. طيب ليش؟ ما بنبسط بالاكل الا معك. تعرفي انا كمان صاير فيني مثل منك. يا ريت نضل ناكل سوا على طول سيدي. من قلبك عم تحكي؟ ايه والله من قلبي. بس انا ما بدي اياك تترك الدكان، بستناك المساء. شو هالحكي هذا؟ ليش انا بيهون علي لك فتحية؟ حط رفقاتي محلي ساعة زمان بهالدكان وخلصت سيري. مثل ما بتريد، بس بخاف مرت عمي تزعل. ليش حتى تزعل؟ ولا يهمك. بعدين شو دخل امي؟ فتحية انا بحبك. بحبك قد كل هالدنيا ما فيها. وانا كمان بحبك. اطعوني اضرب انا. وليا فتحية وليا مشان الله وليا. تستحي سيدي؟ لا تستحي. هاي انا عم اقول لك وليا. اي والله بستحي. لا تستحي مشان الله سمعيني هالكلمه وليا. يلا بحبك سيدي. شو هالحكي؟ لك شو هالحكي؟ احلى حكي يا هاد. سيدي ليش ما نتغدى لحالنا؟ اي والله فكره. بس شو بنقول لامي؟ ما بنقول شيء. ناكل بالاوضه الثانيه. ايه مثل ما بدك.
بدوش ايش؟ وين الزباين؟ شو بيعرفني؟ نعم على السرعة، لهلا ولا زبون؟ ما حدا حيفوت. ليش بقى؟ شو بيعرفني؟ نعم على الحالي، شو الشغلة هي؟ لهلا لا صح نفوت، لازم بدي تسهية، لا لا برا ولا لجوا. ما حدا حيقري. وشو السبب؟ شو بيعرفني أنا كل مرة بتسألني؟ مسألة اللي بعرفه إنه محمود ما تنطي عنه الزباين. هداك محمود. ليش نحن شو بنا؟ ما بنا شي ها؟ هاي نحن ناطري، وين الزباين؟ يمكن السوق دائر. هلا السوق كله دائر. شو بتقصد يعني؟ يمكن عم يجوا يتناوقوا بالمحل، بيلاقوا واحد تاني بيروحوا. واحد تاني؟ ايه. ها؟ يعني أنت؟ لا، أنا دائما بيشوفوني عند محمود. شو قصدك يعني؟ ها؟ شو قصدك؟ أنا؟ لا أعوذ بالله. هاي ديبو دائما أنا عنده وزبونات رايحة جاي رايحة جاي. إيه مزبوط، بس بيكون ديبو بالمحل. إيه يا جماعة، هذا موضوع خير وكلكم صرتوا تعرفوا هالشي، وهلا بين ايديكم، تفضلوا لنشوف. أنا بدي أقول يا مختار إنه فعل الخير والله ما في منه، بس ما بيجوز نعمله فرض. طبعاً ما بيجوز. يعني كل واحد وشو بيطلع من خاطره، هيك العادة. طيب إذا في ضرورة بهالحارة واحتجنا لمبلغ مرقوم، بنفرضه ولا ما بنفرضه؟ إذا في ضرورة بنفرضه. عظيم، هي وصلنا لوحدة، موافقين على الحكي؟ موافقين. طيب العيلة المنكوبة اللي ما في لزوم تعرفوا مين هي، ضرورة ولا مو ضرورة؟ بلا ضرورة. إذا الدفع لازم يكون فرض. بس يا مختار، بركة الواحد ما قدرته يدفع مثل ما بتكون. شو بنا أبو غاسم؟ هلا كنا عم نقول ضرورة وكلكم وافقتوا على الشيء. يا جماعة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ليش نحن شو عم نطلب؟ نحن صحيح عم نطلب مبالغ منيحة، لكن ما في حدا من الأعضوات ولا من غير الأعضوات عم نطلب منه مبلغ ما بيقدر يدفعه. صح الكلام ولا مو صح؟ بس يعني والله العظيم ما بصير هيك. اسمعوا يا رجال، هن كلمتين هي مو حسنة ولا فعل خير على كيفنا، هي معونة ونحن مجبورين فيها كلياتنا. وآخر الكلام، كل المقتدرين لازم يدفعوا فرض، لازم. وإذا في حدا ما بده يدفع هو حر. أنا بعرف إنه المال غلاب على صاحبه، لكن أنا بدفع عنه. سمعت هاي مختار؟ معلوم سمعت زعيم. الله يعطيه العافية جميع. ايه مرت عمي، في عندي هالحكاية تسمعيها؟ ايه اسمعها، ليش لا، قولي. هذا يا ستي مثل ما قالوا سانا، صحيح لا تقسمي ومقسوم لا تاكلي وكلي لا تشبعي. ايه هي يا ستي، كان في وحده تزوجت شاب وحيد لامه، كانت هالام تحب ابنها كتير. شو قالت لحالها؟ اكيد هي مرته راح تاخده مني. قامت اجت لعند مرته وقالت لها، اسمعي لك بنتي، البيت بيتك وكل شي فيه الك، وانا وابني عبيد عندك، بس في شغلة لازم تعمليها. ايه؟ قالت لها الكنة، امرك مرت عمي، شو هي هالشغلة؟ قالت لها الحماية، صحيح لا تقسمي ومقسوم لا تاكلي وكلي لا تشبعي. ايه؟ قالت لها الكنة، امرك مرت عمي، على عيني. ولما صار وقت الاكل فكرت الكنة بهالشغلة، يو شو بدها تعمل؟ صحيح ما بتقدر تقسم ومقسوم ما بتقدر تاكل، شلون بدها تاكل؟ قامت ما اكلت. وتاني يوم صار معها نفس الشي، ومرت الايام وهالكنة قاعدة بلا اكل، بتقول لها، يا مرت عمي ببوس ايدك بدي اكل. بتقول لها، يو كلي مثل ما بدك،
بس مو انتي وعدتيني تعملي مثل ما قلت لك؟ ايه وبعدين؟ وبعدين يا ستي ضعفت هالمخلوقة وقلبت مثل الخيط. صار سوزا يسأل حاله ويسألها ما تحكي شان ما تزعل حماتها. وفوق كل هالشي كانت الحماية دايم تدوم لحق ابنها وتحكي له شوف مرتك هضعيفة، شوف مرتك هالمعلولة، روح رجعها لبيت أهلها. قام هالرجال شو بده يعمل؟ راح تزوز عليها وجاب لها على البيت ضرة. لكن هالضرة كانت مفتحة وقوية. من أول يوم عرفت كل شي، حكت لزوزة وحكت لأمها وما خلت حدا إلا وحكت له. قام هالرجال ركض يبوس إيدين مرته ورجليها ويقول لها سامحيني يا مرتي. وأخذ نسوانه التنتين وترك أمه وطلع سكن لحاله. توتة توتة خلصت الحدوتة حلوة؟ ايه ما بها شي. يسلم تمك. مساء الخير زعيم. اهلين. الرجال دفعوا اللي عليهم كلهم؟ كلهم، ما حدا تأخر لحظة ولا حدا قصر بنحاسي. ماشي، أكيد عرفان شو في عليك هلأ. لك هلأ بإذن الله لح يصلوا لأصحابهم بهالدقيقة هاي. هاي عرفناها وغيرها. أمرني زعيم. نسينا شلون ندفع هيك مبالغ بالعادة؟ لا أعوذ بالله، شو نسينا؟ مندفع بإيد قصيرة وتمساكي. قول الله. يلا يديمك إلنا. خاطرك زعيم. يلا خبرت مشجوع. الله يسلم الايدين. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. شغلي لي حالك اشوف. والله الوفيات بشهوة حيات محمد. مد ايدك فتحه ومد ايدك. ماتك شو مسقنيها محمدو؟ أشر لك هاي سيدي؟ لا ما بدي اياك انت تتعبي حالك، اعطيني اياها انا بشرها. تعبك راحة سيدي. سيدي خير؟ سامحني. على ايش ولا على ايش بدي سامحك؟ اديني اياهم كم واحدة صاروا. ما بقى عيدها، بس هالمرة سامحني. سيدي إذا بقول لك نشاني بتفشلني؟ لا لا تقولي يا لكن ما رح أقول لك. مرحبا. وين فتية؟ الحمد لله سيدي، الله يعطيك العافية. الله يعافيك يا رب. وين أمي؟ ودتها. تفضل سيدي، غدا جاهز. عم تستنيني؟ إيه والله عم أستناك. يلا لك هلا شوف أمي شو مجهزة. مسكي بقى. مرحبا أمي. أهلين يا مو. عم تبكي؟ ليش عم تبكي؟ مشان الله بتعزي الله ليش عم تبكي؟ هلا دريت يا ابني، صلي كم يوم عم باكل لحالي، هيك بتعمل فيني يا محمود. انا امي مشان الله لا تبكي، بتعزي الله امي سامحيني، مشان الله هاتي لبوس ايدك. ها ها لا تبكي لك امي مشان الله لا تبكي. الله يسامحك يا أمو،
الله يسامحكم انتوا الاثنين. قومي يا ابني قومي، قومي لقليك تحرم علي اللقمة بهالبيت من دونك. لك انت امي وست راسي، انت امي، انت لك امي. قدرتي؟ نعم. المي سخنت، بدك تتغسلي قبل شيء؟ معلوم. ايه مثل ما بدك. أنا بورجيك يا أم عبدو. يا لطيف قديش زعلنا أنا ومحمود. ليش ما حكيتي مرت عمي؟ يلا لك بنتي شغلي صارت، أنا ما لسان اشتكي. لا يو مالك حق مرت عمي، نحن مالنا غرب عنك. مظبوط، أنا قلت لحالي عرسان والتهوا ببعض نسيون. لا شو نساكي، انت الكلب الكلب بهالبيت، اعليم الله بعدك بغلاوة امي واعز. ريتك تسلم، تعي لبوسك. صافي. مساء الخير معلم محمود. اهلا حبيبي. مساء الخير عم الظهير. اهلين مساء النور. اهلين معلم محمود، تفضل. الله يزيد فضلك. اهلين عمي، العتب من محبين. ايه والله انا عتبان عليك. لا خير يا ابن الحلال، لانك ما اجيت على الليلية تبعي هذيك المرة. ها هي معك حق فيها، بس بيني وبينك انا ما فوت على قوي. إيه؟ شو هالحكي عمي؟ خير ليش ما بتعرف انه انا وابو قاسم ما بنتحاكى؟ ها ايه مبلا لكون مشان شغلة الشباك ما هي؟ شو بدي احكي يا محمود، شغلة الشباك ما كانت تنتهي. يا لطيف الله يسامحه الأب قاسم. لا وطول النهار عم نسمحهم يسمعونا. لا عمي هاي مشكلة كبيرة، هاي شو حلتها؟ لك عرضنا عليه 100 حل وما في فايدة. ايوة لك المشكلة انه الحرملك تبعه صاير على الديار تبعنا، يعني هو اللي لازم يسكر الشباك. ايه معلوم لك، والله مزبوط. لك ما كان يفهم علينا. طب عمي انتو ليش ما بتسكروا الشباك كله ياتوا بقى فرد برا؟ لو قلنا له هيك قال بيختني. ايوه بقى لها السبب ما لي عين شوفه. اهلي يا عمي ابو عبدو. اهلي حبي. جهز الطلب يا عدنان. حاضر. السلام عليكم يا رجال. السلام ورحمه الله. اهلين اهلين محمود، تفضل. يا عم قاسم عمي انا جاي مخصوص مشان احكي معك جوز كلام. بيت اهلي شريف خالي شريف. بعد امرك انا. اهلين وسهلين يا عم قاسم. انه شو المشكله هذا اللي بينك وبين عمي ابو ظاهر؟ شلون؟ قصدي مشان مشكله الشباك. وانت شو دخلك بهالموضوع؟ شي شلون شو دخلني؟ لا اله الا الله محمود، هذا الموضوع مالك فيه، اطلع منه احسن لك. ها شو هالحكي هذا يا عمي ابو قاسم؟ مثل ما عم اقول لك. شو معناته هالحكي عمي؟ محمود الله يرضى عليك خليك بحالك احسن لك. ها؟ ايوه هلا ضويت يا ابو قاسم، معناته عرفنا من مين مشكي. لك لا ترمي كلام مالك قده محمود. وحياة عينك انا قده وقدود. اطلع برا. شباب.
شو علي؟ بسيطة. رجع لشغلك. اخ لك والله ما بعرف شو بني. يلا جاي. مرحبا ابو ظهير، شو سكرت؟ اهلين ابو عبدو. كنت جاي لعندك. خير؟ الله يجعلك بخير، مشان هذا صهرك محمود. شو ابو محمود؟ هلا كان عند ابو قاسم عم يحكي بقصة الشباك اللي بيناتكم، وقام هداك كبس وبهدلي وقلعوا. شو هالحكي؟ ايه والله مثل ما عم اقول لك. هيك لكان. ويلك انصحوا انت لمحمود، شو بده بهالفوتات؟ ايه يعطيك العافية. مع السلامة. ليك اسمع عندك على الحارق. ايوه حاضر. ولك يا عيب الشوم على هيك رجال. بس ابو ظاهر فاص كلامك وطب لسانك احسن لك. ها لك عم ترفع ايدك علي. واحد بنتك يرفع ايده علي. روح لمشي. روح طب حالك. روح طب بالك. روح ارفع ايدك علي. بدي اكسر لك يا علي. طول بالك. اصلنا لكم اختفي علي. لك واذا بالعضلات يعني شيء بهوي. شو هالشغله يعني؟ لك هذا واحد ما بيستحي. لك يا ابو ظاهر صلي على النبي. هذا الكلام عجبك؟ لك طب بالك. لك علي طلاق. لك انت بالك. لك حدا شو حالك. ابو قاسم شراني كثير ابن عمي. مو على كيفه يا فتحيه، مو على كيفه. بعدين بصراحه ابوكي معه حق. مزبوط سيدي، والله ابي ياما حكى معه وبعث له وصاية كوما يا ما عم يرد على حدا. ما بيصير الحكي هذا يا فتحيه. ما بيصير ما بيصير. بصراحه ابن عمي انا خايفه عليك. شي يعني بدك ياني اترك ابوكي حاله؟ بس ابو قاسم صعب كثير. ها لك وش كان هلا مو طول النهار قاعدين عم تسمعوا على بعضكم البعض؟ معلوم سيدي، اعلم الله انه حافظين كل قصصهم. شي معناتها هن كمان حافظين كل قصصكم؟ لا ايو احنا كنا نوطي صوتنا سيدي. انا يعيط علي ابو قاسم؟ انا يرفع صوته علي؟ لك انا ابو ظاهر. انا طول بالك يا ابن الحلال، طول بالك يقطع الشباك ويومه. اذا فطر الشغل انتهت بعياطه بيكون غلطان. لكن وينك؟ انا هالمره ما راح اسكت له ابدا. وين ما وصلت تصحي؟ طول بالك يا ابن الحلال، انت رجال مو قد الخناق. لك انا مو قد الخناق. لك انا مو قد الخناق. انا لك صحيح انا رجال بحترم حالي، لكن وقت بجد الجد عظيم الله تاكله بلا ملح. ما 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 هيك بقصد سيدي. لك عن شو بتقصدي احكي؟ لك انا مو قد الخناق. لك انا مين بده يدوس على كراعيبي؟ احكي. مزبوط سيدي، انت ما في حدا قدك بالخناق، بس ما بتحب تخانق. ايوه هيك قولي. يا عليم الله فت عليه فوتي على القهوة بالزلزل الركب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ديبو دخيل عينك، بدي اياك مشان طهور. طهور؟ تعال الف مبروك. الله يبارك فيك. ولمين طهور الى سيف؟ انت لا تتدخل. امرك معلم. لطهور لابني. ايه ما في مانع ما في مانع. امتى اجي لعندكم؟ اليوم بعد صلاه العصر. تأمر امر. دكان انا بروح معك معلمي. خلينا اجرها اخي، خلينا اجرها. سلام عليكم. وقف وقف لك يا ابن الحلال. وقف لك يا اخي. وقف لك. ايه شو حكينا معه؟ اجيت على رجليها. اسمع بيت الشعر. لازم تحكي الدغري مختار. أنا بعمره حدا زعل مني؟ لا أبداً. زعلت حدا بشي شغلة؟ أشهد بالله لا. وأنا مالي من أهل الحارة وبيطلع لي أحكي مثلي مثلهم؟ معلوم بيطلع لك ونص. لهالسبب أنا جاي لعندك. تقبلها أنت على حالة شباك مفتوح على ديارك وطول النهار عم يتنصتوا عليك؟ أعوذ بالله ما بقبل بنوب. بس بدي أسألك سؤال أبو ظاهر.
لكنتوا طول عمركم جيران واهل وحبايب وما حدا سمع بيناتكم. يعني حلوة هلا مشان شغله صغيره تزعلوا من بعضكم. مالك علي يمين، انا لولا حرمه الجيره والرجوات من مرته وبناته ما كنا سكتنا ابدا. لا حول ولا قوه الا بالله. وشو العمل؟ بسيطه، بنسكر الشباك. ايه اخي ابو ظاهر، اترك لي هالموضوع لي وان شاء الله بنلاقي له دوباره. ايه ان شاء الله. بدي اسالك ابو عبدو، ليش هيك عم يعمل ابو قاسم؟ ابو قاسم ما عليه حق. شلون هي؟ هنن عم يتحركشوا فيه. قال الحق على ابو قاسم. شو هاد؟ مثل ما عم لك. ليش محمود ما عليه حق؟ لا ما عليه حق، وانت غلطان. انا غلطان؟ شوفيها، البني ادم ما بيغلط. البني ادم؟ ليش انت مو بني ادم؟ لا، شو عم يحكي هاد؟ مثل ما لك سامع. طول بالك سيفه، لفه. لك اي زلمه قد ابوك. معلش يا ابو عبدو، زرع بدأني هالمرة. يا عيب الشومو بس. لمين هاي؟ إلك. باطل. لفة سيفة، لفة بقى. مشان الله بعبدو، زرع بدأني إنالك. شو بدي أحكي معك؟ قد أبي. شو قصدك يعني؟ هذا قصدي، كبير قد أبي، شو بدي أعمل فيك؟ لك. مشان الله زرع بدأني إنالك بعبدو. مستبين اللي زرع بدأني. معلش بس هالمرة زرع بدأني. بدي ضل زرع بدأنك. بلك سامع شو عم يحكي؟ شو في هذا لك زرع بدانو؟ زرع بداني يا ابو عبدو، بس هالمره زرع بداني. اللهم اخزيك يا شيطان. ابو عبدو؟ اللهم اخزيك يا شيطان. طول بالك يا ابو عبدو. اللهم اخزيك يا شيطان. يا الله. مساء الخير. مساء الخيرات. خذي من ايدي. يسلموا هالايدين سيدي. الله يسلمك. سامعة؟ مو هذا صوته؟ ايه مزبوط، على طول عم نسمعه. ليه تعي هون يا شوف؟ اسمعي. يبعدلك حمى، ليش بدك تختك؟ سامعة انه صوتهم مسموع بالمية مية؟ ايه مزبوط سيدي، على طول عم نسمعهم. اليوم سمعت لك ام قاسم عم تتخانق هي وكنتها. قال ليش عمرت حرقة باصبعه؟ هي ما بتحبها، بدك وسمحشي. يا حلو. وعلقت بيناتهم وهات يا خناق. بعدين بلشوا بالمسبات، تقول لها ام قاسم اخرسي ولك شبر ونص. يا سلام. ما تقوم تحطي اكل لجوزي. اسمعي اسمعي، بدك تسمع؟ ليش شو فيها؟ مو حرام تسمع الحريق؟ اي والله، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. ايوه حاضر. اسمعوا قاسم، صراحة انت من الاعضوات بهالحارة، وهذا الموضوع اصغر منك بكثير. والله الشغلة ما لها حل يا مختار. اي ما فهمتها، في موضوع ما له حل يا ابن الحلال. لك يا سيدي الشغله كلها تم على طعمي، شباك عالي ومفتوح على الهواء. ايه بس الصوت عم يوصل. شو هالحكي مختار؟ انا ما عم بسمع شيء، ليش هو عم بسمع؟ طيب ليش ما بنحل المشكله؟ حلها؟ وشلون بدنا نحلها؟ نسكره ونخلص منه. لك هذا شباك هواء، شلون بدنا نسكر؟ شباك هواء. لك انا شلون بدنا نحلها؟ الرجال مو ساكت وبده يسكره. يا سيدي مو على كيفه، شباك ما بتسكر. يا سيدي هاي انتو اثنين سوا، شو القصة؟ هذا الشباك مثل ما بتعرف مختار بيوصل الصوت، حي الله صوت. وليش انت حتى تسمع؟ وشلون ما بدي اسمع؟ شو قال لك عني اطراش؟ عليم الله اذا بحكي لكم يا جماعة ما بتصدقوا. طيب شو رأيكم انه انا بعرف كل داخلياته لابو قاسم؟ شو هاد؟ معلوم؟ قلي لشوف، انت كنتك قصيره ولا مو قصيره؟ ولك لا وصلت معك؟ اه شفتوا؟ طيب شو رايكم انه امبارح كانوا طابخين حراب اصبعه؟ حراب اصبعه؟ ايه؟ وبالعلامه الكنه ما بتحب الاكل، قال بدك وسمع شيء. ولك حاشك ما ابو ظاهر؟ الضطب احسن لك. لا ما بدي ضطب. طولوا بالكم يا جماعه، طولوا بالكم. شو بدك؟ ليك على كل حال نحن هلا فهمنا شغله،
انه هالشباك فعلا بيوصل الصوت. وشلون هاي فهمت هديبو؟ ليش كنتك مو قصيري؟ يا عيب الشوم عليكم. ولك شو دخلك انت بالموضوع؟ مرتك قالت لي يا شبرونص. شبرونص؟ شفت؟ طيب يا ابو قاسم يا حبيبي، هلا امبارح ما كنتوا طابخين حراب اصبعوا؟ ابو قاسم هلا كنتك كان بدك حراب اصبعوا ولا كوسه محشي؟ كوسه محشي. ولك حجبة انت وياه حجبة. بس يا عيب الشوم على الرجال. طول بالك ابو قاسم. لا يا عبد الحلال لا، ولك نحن شو قاعدين عم نعمل هون؟ مو جايين مشان نخدمكم؟ شرف عود. عود الظهير. اول شيء وصلنا له يا سيدي انه هالشباك بيوصل صوت. شو هذا مختار؟ شو هذا اللي بيوصل؟ صوت حريمة. صوت حريمي؟ ولك انت ما في الدم انت؟ لك انت اللي ما في الدم. صرنا ساعة من قلك انه صوت الحريم عم ينسمع. لك انت العموز ما في الدم. لك اخرس ولا؟ لك اخرس؟ انت من زمان عم تتنصت على الحريم يا انقل. بس يا انقل. ولك روح يا انت بدك بتنصت على النسوان. حبيبي وعيون وسود أما الكحبي رباني.